مركز التدريب بمجلس عمان سيساهم في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات التشريعية والرقابية، حيث سيقدم برامج متخصصة لأعضاء مجلسي الدولة والشورى إضافة إلى موظفي المجلسين. افتتاح معهد مجلس عمان سوف يزيد هذا النشاط ويتطور، والأهم ما في الأمر هو أن البرامج التي ستعد لمواسم هذه المراكز ستكون موجهة بشكل أساسي لخدمة المجتمع وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس علمية. المركز سيقدم برامج تدريبية أيضا في كافة الجوانب التي تتطابق مع احتياجات الموارد البشرية بالمجلسين، وسوف يستقطب العديد من الخبرات والكفاءات الأكاديمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة. تأتي فكرة إنشاء مركز للتدريب بمجلس عمان إيمانا من القائمين على مجلس الدولة والشورى بأهمية تزويد المنتمين إلى كلا المجلسين من أعضاء وموظفين بالقدر الكافي من المعارف والوسائل التي تعينهم في ممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية. فإن الدبلوماسية البرلمانية اليوم أصبحت رديفة للدبلوماسية السياسية تحقيقاً للمكاسب وتعزيزاً للعلاقات ودفاعاً عن الثوابت السياسية وسط ما يعيشه العالم من تفاعل وتداخلات فيما يعرف بالفوضى الخلاقة المدعومة بالإعلام المفتوح. وسوف تشمل برامج التدريب جوانب تتعلق بمجالات البروتوكول وبرامج اقتصادية وقانونية وإدارية وأخرى تتعلق بالعلاقات العامة والإعلام. الدبلوماسية البرلمانية ستكون من الجوانب المهمة التي سيتبناها المركز وفقاً لمتطلبات العلوم الحديثة التي سيتمكن من خلالها المستهدفون بالتدريب من أجل التعرف على أحدث المعارف والمعلومات. المركز ملحق به مكتبة متخصصة تحتوي العديد من المراجع والكتب التي يمكن الاستفادة منها في إعداد الدراسات والبحوث ضمن البرامج التدريبية. إذن برامج تدريبية متخصصة يأمل المشاركون من الاستفادة فيها من خلال مخرجات هذا المركز التدريبي، والذي سوف يركز على برامج الرقابة والتشريع إضافة إلى البروتوكول الدبلوماسي ومتطلبات العصر الحديث في مختلف المجالات. سيد بن خلفان الكندي من مجلس عمان محافظة مسقط.